بعض الأبناء يحاسب والديه. ما أقبح موقف الإبن يوم أن يكون محاسبا لأبيه. إذا كان والدك حتى ولو ظلمك، اسمع يا ابن، حتى ولو ظلمك حقه عليك واجب، ما فيه عقب الشرك شيء. أب يدعوك للشرك وتجاهده ويجاهدك، ثم يأمرك الله وهو يدعوك للشرك أن تحسن إليه، كيف عاد بأب كان يضربك أو كان لا يعطيك؟ نعم بعضنا طفولته محرقة، وبعضنا كان أبوه من خوفه عليه يجلده ويضربه ويهينه ويقتر أحيانا عليه. نعم، بس نحن الأبناء لا يباح لنا شرعا أن نقيم المحاكم لآبائنا وأمهاتنا.